بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابته الأخيار أبو بكر وعثمان وعلي وعمر وباقي أصحابه، لا نفرق بين أحد منهم، ومصعب رضي الله عنا مرتين، ما مصعب دي نسب ولا بيت هزنا قبيلة الزنا هاللحوان، ومن ينتسبوا لا اسمه يتستروا عليهم، أهل سوق عبد الله أهل بيحان ساكتين رضي الله عنك المصعب، ولكن لك أهل بل دافع عنك لو لفنا من أجلك. إلا ما أريد أقول لكم اليوم أن الله سبحانه وتعالى لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أولا غيروا أنفسكم يا أهل اليمن يا عيال المطلقة، غيروا ما بأنفسكم، اتقوا الله وراقبوا الله. أفلام الجنس الذي تتسجل داخل صنعاء على نساء مسلمات وتبث في هوليود، هذا ما قد حصلت في أي بلد عربي أو مسلم ولا حتى في أمريكا، ما حصلت على نساء، على نساء علماء دين. عالم الدين يتجلل في أمريكا وفي غيره، وهنا فاكل لنا زنو قبيلة الزنا الأحول يمثل له على نساء علماء دين. استهوا على أنفسكم واعلموا أنها شرفكم. الكلام كثير، وأريد أقول الذي يجادلوا ويكذبوا روحوا شوفوا مختبرات الميمون، قلوا نبغى الفحوصات حق الملك عاتق الطاهري، وشوفوا كل هالفحوصات صار سليم في مستشفى العمل الأمراض النفسية في الصافية. سألوا الدكاترة قلوا الملفات حقها، شوفوا أنا ما فيني شيء، ما فيني شيء، لا مجنون ولا مريض ولا، يحاولوا يمرضون يحاولوا علشان يمشوا لعبته، وما هي ما بتمشي. مملكة مملكة العالم كامل، المملكة الطاهرية ولدت الدولة الطاهرية وخرجت مملكة، وأنا الملك آخر ملك، وبعد ما أموت ما حد بيرثني إلا ربي، أنا وما أملك العبد وما يملك لربه، لا ولي عهد ولا جدتي ولا خالتي ولا غيري بيحكم، لا هاشمي ولا أموي ولا خريط ولا خلافة ولا ولاية. الوصاح عند ربي، قد كتبت وصاتي وأنا في السجن عندها الآن، والوصاح قدها عنده، وين ده وين ده وين ده وين ده، والمن ده والمن ده، وإيش جزاده وإيش جزاده، وأنا في حبسه. اتركوا الكذب على الناس يا حكام المطلقة، راكبينها سفاح في صنعاء وفي عدن وفي مانع، وجمعوا قبيلة الزنا ويمثلوا الفيلم كيف سووا في مرة عالم دين وكيف زنوا بها، مثلوا قد اخترق قد ارتكبوا القبح في شرفهم، غازي زنا بأمه وأحمد علي يزني بمرة غازي، وغازي زنا في بنته، يمثلوا وطلبه قال الغازي لحول إني كذبت في هذا الكلام قطعوا جلدي، انه قالها بنفسه، قال تمثل البنت تمثل، يمثل فيها اخوه وابوه يمثل في مرته وهو بيمثل في امه، اذا قال اني كذاب الطارف يلقط الحذاوي يلطمني في وجهي جزاء على هذا الالفاظ وان اعترف بهذا الكلام، يمثل على الله ابوه، على ابو ذي بيحميه، على ابو ذي بيستر عليه، ما شرفه اقلى من شرف مسلم هتكه هو أهله الأول والثاني والثالث والرابع من أجل هذا السلطة. واليوم في هوليود يتفرجوا على عالم دين ملك تحمل اسمه دول العالم. يا حثالات العالم أنتم يا أهل اليمن يا عالم مطلقين.